مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في حلقه جديده من مفاتيح السعاده. وحشتوني جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. النهارده في حلقه جديده من موسم جديد من مفاتيح السعاده، معاكم سلوى محمد متولي. النهارده الاول المفروض ان كان معايا استاذ محمد سلطان، ولكن ظروف صحيه مش موجود معانا النهارده، وان شاء الله يكون معانا في الحلقات الجايه باذن الله. وبطلب منكم تدعوا له بالشفاء العاجل ان شاء الله. النهاردة هنتكلم في الأول عن فقرة رسائل السعادة. ورسائل السعادة زي ما متعودين مننا مشاهدينا في كل حلقة من حلقات البرنامج بنبعت لكم رسالة. النهاردة رسائل السعادة بتبعت لكم سؤال، وهو هل السعادة بتجيب امتنان ولا الامتنان اللي بيجيب السعادة؟ السؤال ده أنا اقترحته، سألته على صفحة الفيسبوك سلوى محمد بالإنجليزي على الفيسبوك، وناس كتير جاوبوا وقالوا في اللي قال إنه السعادة هي اللي بتجيب امتنان، وفي قال إن الامتنان هو اللي بيجيب السعادة. طيب تعالوا نحكي قصة سريعا كده ونشوف السعادة اللي بتجيب الامتنان ولا الامتنان اللي بيجيب السعادة. في نظرية بتقول في علم النفس الإيجابي إنه 10% من 10% من سعادتنا بتكون بسبب الظروف اللي بتدور حوالينا. طيب وال90% فين؟ ال90% دول بيكونوا في ردود الفعل، رد فعلك للظروف، نظرتك للظروف اللي حواليك، هي دي اللي بتمثل ال90%. طيب كان معانا في نموذجين بيقولوا نموذج شخص بسيط جدا وانسان متواضع وعنده بيت واسره بسيطه جدا وحاله بسيط، ولكن رغم كل ده الى انك ما تتكلم معاه تكون تحس بالسعاده والانبساط رغم بساطته، كانه ملك العالم باللي فيه. وده راجع لايه؟ راجع للاطمئنان، راجع للرضا، ان هو شخص راضي عن حاله، ان هو عنده امتنان غير طبيعي. على العكس في نموذج تاني، شخص آخر بيكون عنده يمتلك بيت كبير ومركز مرموق وأسرة ومكون أسرة، ولكنه رغم ان هو عايش ومتوفر حواليه كل حاجة إلا انه مش مبسوط. وده راجع لإيه؟ راجع انه ما عندهوش الامتنان او الرضا عن حاله وعن حياته. فده معناه الخلاصة انه الامتنان هو اللي بيجيب السعادة، مش السعادة اللي بتجيب الامتنان. فالامتنان هو البداية، اللي هو الحمد والشكر لله عز وجل على أفضاله ونعمه، وهو ده اللي هيحسسك بالسعادة. مشاهدينا أطلب منكم طلب أخير قبل ما نستقبل ضيوفنا، وهو أنه عايزاكم تعملوا تجربة كده تكون روتين يومي ليكم في بداية السنة. نبدأ سنة 2021 كده ببداية جميلة، وتكون روتين يومي قبل النوم في ورقة، ونكتب 10 حاجات أنت ممتن أو أنت ممتنة ليهم، 10 حاجات بتحصل في يومك أنت ممتنة أو أنت ممتن ليهم. والعشر حاجات دول يتكتبوا، مش مجرد بس كلام، لا اكتبهم واستشعر قيمتهم ووجودهم في حياتك، وشوف أثرهم عليك إيه. وعايزة أشوف ده في الرسائل اللي بعتوا لي الرسائل وردودهم وأثرهم عليكم في الرسائل على الفيسبوك على صفحة سلوى محمد بالإنجليزي. وعايزة في الآخر نشكر، نقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك على الأنعام وعلى النعم والأفضال اللي رزقتنا بيها. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا مع الشيخ عبد الرحمن رزق، وفقرة مهمة جدا هتفيد كل الأسر وهتفيد خصوصا الشباب، وهنتكلم فيها عن المشاكل اللي بتقابل الشباب وازاي نعالجها من وجهة نظر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. نشوف، نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. ورجعنا لكم مشاهدينا، ونرحب ونجدد لقائنا بكم من جديد مع الشيخ عبد الرحمن رزق. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. احنا في حلقات مفاتيح السعادة، في كل حلقة بنتكلم عن مفتاح جديد، فالنهاردة مفتاحنا هو مفتاح الامتنان. الاول كده عايزين نعرف، هل الامتنان بيجيب السعادة ولا السعادة هي اللي بتجيب الامتنان؟ وكلمنا عن تأثيرها وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان بيستخدم ده وازاي؟ تمام، اتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هو الأول في الإجابة على سؤال حضرتك، هو الامتنان هو اللي بيجيب السعادة، تمام، مش السعادة هي اللي بتجيب الامتنان. لأن الامتنان تعريفه هو عبارة عن الحمد أو الشكر أو رد الجميل. جميل. فطالما أنا عندي فكرة إن أنا أحمد غيري أو أشكر غيري على الحاجة اللي هو قدمها لي، أو أنا أرد الجميل بتاع غيري،
فاذا انا انسان كده متصالح مع نفسي داخليا وكويس من جوه، فبالتالي هبدا ان انا ابقى سعيد على طول، مفيش عندي اي مشاكل خالص. فالامتنان لو موجود في حياه اي انسان هو اللي بيجيب السعاده. السعاده عمرها ما هتجيب امتنان. ممكن انا ابقى سعيد فاشكر الناس، حد عمل لي حاجه جميله فاشكر، او اشكر ربنا سبحانه وتعالى علشان انا سعيد، لكن مش هتدوم مده طويله جدا. يعني ممكن بعض المشاهدين معانا يعتقد ان السعاده هي اللي بتجيب الامتنان. لا لا، هو العكس. هو ممكن السعاده تجيب امتنان بس مده بسيطه جدا، مش هيطول كتير. لكن اللي بيطول كتير هو ان الانسان يبقى عنده خلق الامتنان، هيفضل سعيد على طول. لان احنا كلنا عارفين المقوله اللي بتقول القناعه كنز لا يفنى. القناعه انا عندي قناعه داخليه كده ان انا المفروض اشكر اللي قدامي، اقول له قدامي شكرا. اولا بدايه من ربنا سبحانه وتعالى، احمد ربنا سبحانه وتعالى على السراء والضراء. اشكر الناس، اقول للناس جزاكم الله خيرا. وكلنا عارفين طبعا المقوله اللي بتقول من لم يشكر الناس من لم يشكر الله لا يشكر الناس. فبالتالي انت المفروض الخلق ده لو موجود عندك فانت هتبقى سعيد على طول، تصالح مع نفسك داخليا، دايما بتقول الناس شكرا، دايما بتقول الناس جزاكم الله خيرا، دايما بتقول الناس كلمات كويسه جدا على المعروف اللي هم قدموه ليك. وقبل كده لازما تكون دي ديدنك مع ربنا سبحانه وتعالى. ولما نبص في القران الكريم قبل سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاول، هنلاقي ان معظم مواطن القران الكريم تكلمت عن الحمد. أيوة. اللي هو الامتنان. اصلا القران الكريم بدا بايه؟ ايوه، سوره الحمد لله رب العالمين، الفاتحه الحمد لله رب العالمين، اللي هي اول سوره في القران اللي احنا كلنا بنقراها في الصلاه في كل مره. الحمد لله رب العالمين، يعني انا ممتن لله سبحانه وتعالى على كل النعم التي انعم بها علينا، كبيره بقى او صغيره. لان احنا لو جينا نعد نعم ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش هقدر أحصي نعم ربنا سبحانه وتعالى. فالدكتور محمد عمارة رحمة الله عليه هو اللي كان بيقول الكلمتين الجمال دول. قال ربنا سبحانه وتعالى قسم القرآن لأرباع. هو ال 30 جزء أرباع. الربع الأولاني بدأ بالحمد. الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. الربع الثاني في القرآن الكريم بدأ بالحمد. في سورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، برضو بحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات في الليل وجعل النور في النهار. الربع الثالث بدأ بالحمد، يعني أكن ربنا سبحانه وتعالى لما نمشي كل شوية في القرآن يفكرنا بالحمد اللي هو الامتنان، أنك لازم أن تشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل كبيرة وصغيرة. يبقى الربع الأولاني معنا سورة الفاتحة، الربع الثاني معنا سورة الأنعام، الربع الثالث سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخر السور. أدي برضو الربع الأخراني بداية سورة فاطر، برضو بدأ بالحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يبقى في كل ربع من أرباع القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بالحمد. وأصلا العبادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها، لما نيجي نتكلم عن السنة بقى، العبادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها أول ما بعث، هو أنه كان بيتفكر في السماوات والأرض. لما كان بيروح غار حراء كان بيتفكر في السماوات والأرض، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أصلا أنا بتدبر في خلق السماوات والأرض ليه؟ علشان أقول الحمد لله. صحيح. يجي لي عظمة ربنا سبحانه وتعالى، أدي الامتنان. وبعدين في سورة إبراهيم قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى الامتنان بيجيب زياده. ايوه، انت لما تقول لي قدامك شكرا او تشكر ربنا سبحانه وتعالى على الحاجه اللي هو عملها معاك، ربنا سبحانه وتعالى والله هيزيدك. فعلا ربنا بيعلمنا حاجه جميله كما قال في القران، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. احنا مش عايزين نكون من الناس دول، احنا عايزين نمشي على الصراط المستقيم مظبوطين، دايما تقول الحمد لله في السراء وفي الضراء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ماشي كده على حرف، يعني ممكن يقع في اي وقت من الاوقات. فإن أصابه خير اطمأن به، أول ما يجيله خير من عند ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله وألف شكر وحمد ليك يا رب، وينزل على الأرض ويسجد ومفيش بعد كده. وممكن يتصدق بفلوس ويقوم جايب ذبيحة وذبيحة والدنيا بتبقى معاه تمام خالص. ده كله عشان جاله إيه؟
خير من عند ربنا، فإن أصابه خير اطمأن به. طب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أول ما يجيله شر أو بأس من عند ربنا سبحانه وتعالى بينقلب اشمعنى؟ ما الناس كلها كويسين، ابني تعب شويه، ما العيال كلها بتلعب في الشارع، اشمعنى انا؟ لازم أن تكون ممتن. طب الان انا لو مش ممتن، انقلب على وجهه، فان اصابته فتنه انقلب على وجهه، ايه جزاؤه؟ خسر الدنيا والاخره. مش الاخره بس ولا الدنيا بس، لا الاثنين مع بعض. خسر الدنيا لانه مرضيش. شيخ الشعراوي رحمه الله عليه كان بيضرب مثال للامتنان جميل قوي حلو. بيقول لو ابنك غلط فانت شلت ايدك وضربته بالقلم، فقام الولد استكان كده وبكى وانا اسف وخلاص ورضي يعني بالموضوع، هضربه تاني؟ لا طبعا مستحيل. خد تعالى بس ما تزعلش مني، انا كنت متنرفز وما تعملش كده تاني. طيب بقى ضاجع كده ولا انت بتعمل معايا كده ليه وزعق، هيعمل فيه تاني؟ هيزيد ويكبر. ممكن يضربه تاني. أيوة هو الضرب مش 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 محبب يعني ولا مباح، لكن انا بتكلم كمثال. شوف الشعراوي رحمه الله كان بيضربه. فانا لما يجي لي حاجه من عند ربنا قلت الحمد لله وراضي من جوايا وفي تصالح نفسي كده، في حاجه هتحصل تاني؟ خلاص يعني ده اختبار من ربنا للانسان. ايوه الله يفتح عليك. الامتنان ممكن يكون اختبار من ربنا سبحانه وتعالى للانسان. هو المراه اللي كانت تبكي على قبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح يطبطب عليها فقال اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي هتشوفيه على الصراط وهتخشي معاك الجنة. في اكتر من كده، النبي اللي بيقول يعني كلامه مصدق، ختم النسر ما فيش بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام. فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، يعني كده ابعد بعيد عني مالكش دعوه بي. فسابها النبي ومشي. فالناس اللي كانوا موجودين في المكان قالوا لها انت ده النبي انت مش عارفه مين؟ فقامت تجري وراه قالت بل اصبر يا رسول الله هصبر. فقال لا انما الصبر عنده الصدمة الأولى. يبقى الامتنان لازم يجيلك في الوهلة الأولى ولازم تكون من جوه. علشان ما طولش في الجانب القرآني، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت امتنان وكلها كانت حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. لما تعدي مواقف النبي، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث يقول الصحابة كان الرسول إذا أصابه خير قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أدي الامتنان أهو، ادي الشكر لربنا سبحانه وتعالى. اول ما يجي له خير يقول ايه؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طب وين اصابه باساء؟ جاله باساء ايه اللي بيتم؟ قال الحمد لله على كل حال. هنا حمد وهنا حمد. اصل قضاء ربنا سبحانه وتعالى نافذ. انت ان حمدت ربنا وصبرت هتاخد اجر، طب لو ما حمدتش وما صبرتش انت الخسران. ربنا سبحانه وتعالى مش خسران اي حاجه. هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيخلص اكل اهي نعمه جات له اهي، بيقول ايه؟ يحمد ربنا. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا واوانا وجعلنا من المسلمين. لما بيشوف واحد مبتلى عنده بلاء مش عندي بيقول ايه؟ ودي ادب من الاداب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها لنا لما نشوف حد عنده بلاء مش عندنا، بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ادي الامتنان في الشكر. لما بيقوم من النوم، لان المعروف ان النوم هو الموتة الصغرى، انا نايم ممكن ما اقومش تاني، فربنا اداني فرصه في الحياه مره تانية. ايه اللي بيحصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول في الدعاء المذكور عنه الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. فهنشوف حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها حمد، مليئه بالحمد، كلها امتنان. وقال من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، صلى الله عليه وسلم. كان بيعلم الصحابة بيقول إذا أسدى إليك إنسانا معروفا، حد يعمل لك معروف، قل له جزاك الله خيرا. ويعلمني لما أرد كمان وجزاك مثله. فدي كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها امتنان. علشان كده النبي كان سعيد. في النهاية أختم وأقول كلنا مفكرين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، عشان كان بيلبس ثياب المرقعة، عايش في بسيط، بياكل شويه عيش بملح، فعلا حرفيا مش زي ما احنا بنقول مثلا اكلت معاه عيش وملح، لا كان بياكل عيش وزيت او عيش وملح، ده كان الاكل بتاعه. مفكرين النبي كده فقير، لا هو مش فقير، هو زاهد صلى الله عليه وسلم. فارق كبير بين الزهد والفقر. الزهد ان الدنيا تجيلك تحت رجليك وانت مش عايزها، انما الفقر ما جاتلكش اصلا، مش معاك. النبي صلى الله عليه وسلم كان الدنيا كلها كانت تحت رجليه،
ده في مره من المرات ادى هديه لواحد لصفوان بن اميه، واحد كان من المشركين بيستالف قلبه يعني عشان يقرب للاسلام، اداله غنم بين جبلين، يعني جبلين وادي غنم، يعني فلوس كتير لانهم في الوقت ده بيئه صحراويه بقى واغنام ولبن والحاجات دي، فدي العمله الثمينه بتاعتهم. اداله غنم بين جبلين، في واحد فقير يعطي غنم بين جبلين؟ لا طبعا. لكن هو كان زاهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم، لكن كان كريم في الاخلاق، كان عالي في الاخلاق. والدين بتاعنا ما هو الا دين اخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لي لأتمم مكارم الأخلاق. أدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الأئمة بيقول: الدين كله خلق. الدين بتاعنا كله خلق، فما زاد في الخلق زاد في الدين. يعني أنا لو في واحد معايا خلقه عالي، الأخلاق بتاعته عالية والدين بتاعه بسيط، هو أعلى مني عند ربنا سبحانه وتعالى. سيدة عائشة لما كانوا الصحابة بيطلبوا منها توصف النبي، قالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية كانت تقول: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. كان بيتعامل بالأخلاق. من الأخلاق دي الامتنان، اللي هو لو جه في حياتنا هنبقى سعداء جدا. وبصورة عام، بصورة عام، الدين بالأخلاقيات بتاعته، احنا عايزين للأسف بنشوف بعض الصور اللي بقى فيها تشدد وتزمت من بعض الناس المتبعين للدين، بيكرهونا في الدين. إنما الدين سهل والله، بسيط. مش مطلوب منك انك تحفظ القرآن يا سيدي، ولا مطلوب منك انك تصلي في الجامع الخمس صلوات، ولا مطلوب منك انك تطلع على المنبر وتخطب، ولا مطلوب منك حاجة من الحاجات الصعبة دي خالص. خلي أخلاقك كويسة. ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه: وقولوا للناس حسنا. خدي بالك من اللفظة القرآنية، بيقول وقولوا لإيه؟ للناس. ما قالش للمؤمنين ولا للمسلمين، ما صنفش هنا حد أبدا فئة معينة. ده قال ايه؟ الناس. كل الناس، كل بني ادم، مسلم او غير مسلم. طب احنا دلوقتي بنعمل بالكلام ده؟ لا. الدين كاخلاقيات مش موجود في حياتنا، فعلشان كده تعبانين. بنشوف بعض الناس او بعض الشباب خصوصا اللي احنا بن 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 بنكلمهم بالكلام ده، الدنيا معايا تمام، مفيش اي مشكله معايا، اكل، شرب، لبس، مصاريف، خروجات، لكن تلاقيه مش حاسس براحة نفسية. نفسيا مش متظبط، يقول لك انا حاسس بضيقة، بخنقة، تسأله مالك، مفيش، مش عارف، بيقول لك انا بتنفس من الخرم ابرة مثلا، روحي في مناخيري، انا مش طايق حد. طب يا ترى ايه الاسباب بقى؟ ايه سبب الموضوع ده؟ السبب هو البعد عن الدين اللي هي الاخلاقيات. انت بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. الجوهر البسيط لو حاولنا ندور، لو لف على دكاترة الدنيا كلها مش هيلاقي حل. بقول لحضرتك لو لف على دكاترة الدنيا كلها مش هيلاقي حل. ليه بقى؟ جواه هو الجوه بتاعه ده، الداخل بتاعه ده، الحل بتاعه فين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق النفس البشرية، الجسد بتاعنا احنا، خلقه عبارة عن حاجتين: جسد وروح. الروح دي لما بتتشال من الجسد بيبقى جثة هامدة، مات خلاص بندفنه. ايوه، يبقى هما الاتنين موجودين معايا دول. الجسد مخلوق من التراب. يبقى بيتغذى منين؟ من الحاجات اللي بتطلع من التراب. الاكل والشرب بتاعنا اللي من الطين ومن التراب ده الغذاء بتاعه. بجوع بعطش باكل وبشرب. طب الروح اللي هي القسم الثاني من مخلوقات ربنا في الجسد، دي مخلوقه من ايه؟ سالوا النبي فربنا نزل ايه: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. الروح دي من عند مين؟ ربنا. يبقى الغذاء بتاعها من عند مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ادي الجواب على الموضوع ده. انت اديت للجسد بتاعك كل ما يشتهيه، كل اللي هو عايزه، بس روحك عماله تصرخ جواك جعانه. ما انت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، بعيد عن القران، بعيد عن السنه، بعيد عن الصلاه، بعيد عن الصيام، بعيد عن الصدقات، بعيد عن قراءه القران، بعيد عن صله الارحام، بعيد عن كل بقى الاخلاقيات اللي احنا بنتعامل بيها في الدين. انا ارجع بحضرتك تاني اقول لك، هم للاسف كرهونا في الدين بسبب المظاهر السيئه اللي احنا بنشوفها. أيوة، والله ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والدين كله بريء من المظاهر دي، لكن احنا بنقول الدين سهل جميل. فانت روحك، بنشوف شباب كتير، انا مش عايز اتطرق للمواضيع دي علشان يبقى فيها خلافيات كتير. الشاب اللي طلع على برج القاهره وانتحر، بنشوف ناس انتحر كتير. هو انتحر ليه؟ يعني مثلا معظمهم اللي في بلاد بره اوروبا
ده انت الدنيا معاك جميله، ده انا بشقى هنا وبتعب علشان اجيب فلوس عشان اسافر. وفي يقول لك انا محتاج ان انا عشان اوصل للسعاده فهشتري مثلا العربيه الفلانيه، يشتريها ما يحسش بالسعاده، خلاص راحت. اشتري مثلا البيت الفلاني او اعمل احقق الهدف الفلاني، واول ما يوصل له يقول لك خلاص، مع انه كان في الاول فاكر ان هي دي السعاده وقمه السعاده، إطلاقاً. لكن يرجع الجوهر وما يلاقيش الداخلي. انت جبت الحاجه دي ليه؟ يبقى ده الجوهر الداخلي. يبقى الروح بتاعتك الغذاء بتاعها منين؟ عند ربنا. ارجع حاول تقرب من ربنا. طب لو ما قربتش؟ قال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري. الذكر هنا المقصود بالقرآن والسنة عموما، لأن الموضوع خطير. الموضوع خطير والله يا دكتورة جدا. الناس مفكرة ان انا لما ابعد انا كده مرتاح. لا، انت مش مرتاح. بنشوف واحد بيصلي يا عم باخدنا على جناحك يا عم الشيخ، ايوه، ونقعد نتريق عليه. لا، ما نتريقش عليه، ده راجل بيأدي حق ربنا سبحانه وتعالى مطلوب منه. وفي اللي هو يعمل حاجة كويسة لكن مش ملتزم مثلا في الصلاة، فانت يعني اللي ماشي على سطر وسايب سطر احاول اقربه، ايوه، احاول اطبطب عليه، شجعه. احاول اشجعه. هو احنا لما نتكلم في النقطة دي، اللي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد، يعني قصة جميلة خالص. دخل واحد قام جايب الحصان بتاعه وربطه في عمود من عمدة المسجد. انا عايز حضرتك تتخيل المشهد. يعني انت في المسجد دلوقتي ولقيتي واحد جاب سوري في اللفظ، يعني الدبه بتاعته حصان بقى ولا اي حاجه، وقام رابطها في عمود من اعمده المسجد ودخل وقال اين محمد. ده هو عمل كده. طبعا الصحابه كلهم عملوا كده. انت بتعمل ايه؟ ده مش هنا خالص. فقال اين محمد، فالنبي قال انا محمد بتواضع وببساطه شديده جدا. فقال اعطيني من مال الله الذي اعطاك، اديني من المال اللي ربنا اداهولك. فقام مديله. بس. فادي اللي احنا بنتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطبطب عليهم. والقصه اللي كلنا عارفينها، الراجل اللي بال في المسجد. هو في مع النبي في المسجد، فقام في زاويه من زاويه المسجد تبول. يعني عمل المسجد مكان. لو شخص تاني كان هيتعصب عليه. يا دكتوره انا بقول لك، الطفل الصغير بيبقى في المسجد معانا بيعمل شويه دوشه ورا، يقوم شايله من ايده كده وحاطفه بره بقى كانه بيشوط كره كفر. ولو الاب جايب ابنه الصغير معاه في المسجد، يعني الولد ومفهمه ان ده مسجد وده مكان عباده والدنيا تمام، والولد حصلت حاجه خليته مضطرب او حاجه خليته يقلق فعيط او صوته علي، تلاقي الناس كلها بعد الصلاه قامت عليه، وانت مش عارف وانت كرهه الراجل المسلمين اصلا ان هو يخش الجامع. فده مش دين ربنا سبحانه وتعالى. دين ربنا سبحانه وتعالى حاجه تانية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح لهم. انت المفروض تعفو عنهم. يبقى التاليف هنا. فانا لما اجي اقرب من ربنا سبحانه وتعالى يبقى انا غذيت روحي. طب لو ما قربتش؟ ومن اعرض عن ذكري، الذكر القران والسنه، ضنك. عارفه حضرتك الضنك؟ العلماء بيفسروه في اللغه ان الضنك ده اللي هو الاشجار الملتفه على بعضها في اماكن ضيقه جدا، ده الضنك. مش هتعرفي تخشي جواها ولا نور حتى يعدي منها. يعني لو جبت ليزر كده وشعاع نور عايز يعدي منها مش هيعدي. فان له معيشه ضنكة، ادي في الدنيا. الخنقه اللي احنا بنتكلم فيها. أيوة. ليه؟ ده انا كويس، انا باكل وبشرب وبتفسح وبركب عربيتي والدنيا معايا تمام، بس أيوة. مش سعيد، مش مغذي روحك. انت بعيد عن دين ربنا، انت بعيد عن الاخلاقيات بتاعه ربنا وبتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم ان روحك تصغ جواك. فان له معيشه ضنكا وكمان في الاخره، ده في الدنيا. ونحشره يوم القيامه اعمى. فيسال ربنا، قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. انا كنت بشوف في الدنيا، جبتني اعمى ليه؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. جات لك اياتنا اللي هي القران وسنه النبي، نسيتها، التهيت. وكذلك اليوم تنسى. زي ما انت نسيت في الدنيا هتتنسي في الاخره. فاحنا بنقول الاخلاقيات مهمه جدا 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 في حياه الانسان المسلم. بالاخلاق تعدي. كلنا عارفين المراه اللي ساقت كلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنها امراه بغي. عارفه يا دكتوره يعني ايه بغي؟ بغي يعني شغلتها والعياذ بالله الزنا، بتاكل وتشرب من الفعل ده. امراه بغي اهي. فلقت كلب بياكل في التراب من العطش، سقته. قال رسول الله فشكر الله لها فادخلها الجنه. رغم تصرفها اللي قبل كده. ده حسن خلق مع الايه؟ مع الكلب، مع الحيوان. فما بالك بحسن الخلق مع الانسان. قال رسول الله احاسنكم اخلاقا
أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فدي الأخلاق اللي احنا عايزينها، اللي منها الامتنان، اللي تكون في قلبك انت ده دي ما فيش. وأخلاقها كويسة مع حيوان راحت الجنة، واللي شال غصن من طريق المسلمين دي أخلاق مع الناس شكر الله له فأدخله الجنة برضو. يعني الثغرات دي بتفرق، محدش يستهون بالثغرات. لا 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 مستحيل. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعلى النقيض بقى، سوء الأخلاق مع عبادة كتير يدخل النار. سوء الأخلاق مع عبادة كتير يدخل النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قالوا النبي عن امرأة، شوفي بقى، تصوم وتصلي وتزكي وتقرأ القرآن، في عبادات أحسن من كده؟ لا. لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. بتأذي جيرانها بلسانها، أدي سوء خلق مع عبادة كتير. قال رسول الله هي في النار. متخيلين الفرق؟ يعني الأخلاق، ده الأخلاق مهمة جدا في حياتنا. جدا. المرأة اللي حبست قطة، عارفين كلنا القصة دي. قال رسول الله دخلت امرأة النار في هرة حبستها. ده سوء خلق مع حيوان، هي لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكله من خشاش الأرض، حبستها فدخلت النار. فالأخلاق مهمة جدا في حياة الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا نبي الأخلاق صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لرسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. فالامتنان، نرجع بقى تاني للموضوع بتاعنا، الامتنان لما يجي في حياتنا أبقى أنا ممتن، أتعلم أشكر اللي قدامي، أحمد اللي قدامي. في المقام الأول طبعا ربنا سبحانه وتعالى أشكره على كل النعم اللي جات لي، لأن شكرتم لأزيدنكم. والامتنان يبقى أنا عندي سعادة، يبقى أنا عندي سعادة وسرور وصالح داخلي، وأعلم ابني وأولادي واللي مسؤولين مني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد مسؤول من اللي تحتيه. أجي أعلم اللي تحتيه إزاي يشكر الناس، إزاي يتكلم مع الناس بأسلوب كويس، إزاي لما حد يعمل له حاجة يقول له شكر لحضرتك، والله جميلك ده فوق دماغي، انا هدعي لك، اي حاجه من الحاجات الاساليب الراقيه الجميله. فالامتنان هو اللي بيجيب سعادة. اللي هو حاليا اسمه فن الاتيكيت او تمام. علم الاتيكيت هو اصلا ماخوذ من القران الكريم وتعاليم الدين الاسلامي طبعا. ولكن هو بمسمى اخر، لكن هو كله اصلا بيدعو الى الاخلاقيات. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لما بنيجي نقول اتيكيت او برستيج لك الواد مش هك يقعد بقى يلوي لي. انا عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كلها اتيكيت. رايك بقى بالمسمى بتاعنا؟ كان حياته كلها رقي. تعالي نشوف كده لما كان بياكل وبيشرب في الاكل والشرب بسيطه خالص كده، كان ياكله باطراف اسنانه، مش كده. أيوة. لا، ياكل باطراف اسنانه. وكان ياكله بثلاث اصابع دول، مش بايده كلها دول بس، حاجه صغنونه. ما كانش بيدهول ايده خالص. ده هو وما وردش عنه ان هو غسل ايده بعد الاكل، لانه ما كانش بيبهدلها. فده اتيكيت. كان ياكله مما يليه. كان بياكل من اللي قدامه، مش لما الغلام الصغير او من باب المسؤوليه اهو لقى ايده وعماله تروح يمين وشمال في الطبق، قال يا غلام سمي الله، كل بيمينك وكل مما يليك. ادي اخلاق النبي. وكان لا ياكله حتى يشبع صلى الله عليه وسلم، ما يقعدش يملى بطنه. لا، ده هو بياخد القدر البسيط اللي ايه بيخليه يقدر يقوم في مهام الحياه بتاعته. ادي الاتيكيت. وكان لا يصدر صوتا في طعام ولا شراب. كلنا بنتضايق من حد هو بياكل صوته عالي، هو بيشرب بيعمل اصوات غريبه كده اللي احنا عارفينها. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده، ده اتيكيت اهو. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. اكل اتحط، ايه ده، ايه القرف اللي انتوا عاملينه ده، لا انا مش عايز. ده مش اتيكيت. النبي عمره ما عاب طعام صلى الله عليه وسلم. مهم جدا ان احنا نتعلم الاخلاقيات. أيوة. لانها بتفيدنا في حياتنا. وهو وهو اصلا اللي هو علم الاتيكيت. احنا بنشكر جدا حضرتك شيخ عبد الرحمن، نورتنا في مفاتيح السعاده. جزاكم الله خيرا. الله يخليك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يخليك يا رب. تكونوا استفدتوا معانا. وطبعا الاخلاقيات ده مجال وفي كلام كتير جدا، واسع كبير. ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع مع ملف جديد هنفتحه، ملف الاوتيزم، مع الاستاذه وسام فريد اخصائيه التخاطب ومدير مركز الاتحاد العربي. نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا.
رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين الكرام مع الأستاذة وسام فريد أخصائي التخاطب ومدير مركز الاتحاد العربي، وبنفتح ملف جديد النهاردة يمكن نوهنا عنه في حلقات سابقة، وهو ملف الأوتيزم أو اضطراب طيف التوحد. هحكي قصة كده سريعة على لسان طفلة أو طفل عنده توحد. بيقول إيه الطفل ده؟ بيقول أنا اسمي وحيد، عندي توحد أو اضطراب طيف التوحد. أيوة زي ما سمعت كده، اضطراب وليس مرض، يعني أنا مش متخلف عقليا ولا عندي انفصام في الشخصية زي ما بيقولوا عندي. لأ ده أنا فيا وليا وزي كتير جدا من الأطفال. تخيلوا أن كل 59 طفل بيتولد بيطلع منهم طفل عنده أوتيزم أو توحد. في حاجات كتير مننا لازم تعرفوها عندنا، وهي أن احنا عندنا مشاكل في المسيرات، عندي مشاكل في المسيرات السمعية والبصرية والشم والتذوق واللمس، كل المسيرات اللي بالنسبة لكم عادية بالنسبة لي أنا بتألمني. يعني مثلا صوت التكتكة دي بالنسبة لي أنا بالنسبة لكم صوت عادي، لكن بالنسبة لي ده صوت يخرم ودني. طيب لو حد يجي يسلم عليا أو بيحضني ده شيء بيألمني جدا. ده مش معناه أن أنا قليل الأدب، لا خالص، معناه ان دي مش طبيعتي، ان دي طبيعتي اني مش متحمل حاجه زي دي، لان ده بيسبب لي الم كبير جدا. عارفين انا بيضايقني جدا لما حد يقول لي انت عندك توحد او انك انت شخص توحدي. لا، قول لي انت طفل عندك توحد. زي بالظبط انسان تخين، لما بيتقال التخين راح التخين جه ده حاجه بتضايقه، هو انسان عادي زيي وزيك ولكن وزنه زياده شويه. فدلوقتي كل المسيرات اللي تعرضت ليها اللي بتقلم اضطراب او اصحاب او اطفال ذوي الاوتيزم او ذوي طيف التوحد، هنعرف اكتر مع الاستاذه اسماء ايه هي الاعراض اللي الاعراض اللي هي. اهلا بيكي استاذه اسماء الاول. استاذه وسام معلش، اهلا بيكي. هنعرف ايه الاعراض. طبعا لحد دلوقتي ما فيش تشخيص او اختبار طبي نهائي اتعمل كتشخيص لاطفال ذوي الاوتيزم. في اختبار طبعا كارز وجيليام. تمام تمام. انما في البدايه انا حابه اقول المقدمه بتاعتك جميله جدا، وكانت اهم تسلم. حاجه كلمتي فيها ان طفل التوحد طفل بريء. يعني طفل من حقه ان هو يتعايش في وسط المجتمع اللي احنا موجودين فيه. الغلط اللي يعني الشريع يعني سريع الانتشار قوي، الام بتخجل انها تمشي مع ابنها، بل بالعكس ده طفل، دول ملائكة ربنا على الأرض. تمام تمام. من حق الطفل إن هو يتعايش، لأن مشكلته الأساسية التفاعل الاجتماعي، هو ما عندوش تواصل وتفاعل اجتماعي، في كسور في النقطة. تمام. دي فبالتالي الأمهات بتغلط غلطة كبيرة جدا. اللي هي اللي شايفة إن ابنها مثلا عنده سلوك إن هي مثلا بيمشي يصرخ يتكلم، فهي بتدري عن الناس خوفا من الناس أو من كلام الناس. ودي أكبر الأخطاء اللي بيقعوا فيها الأمهات. لا بالعكس، انت عندك طفل التوحد او اوتيزم، المفروض ان انت بتقابلي المشكله علشان تقدري تحليها. ده في البدايه. تمام. فمهم جدا التدخل المبكر، ده طبعًا امر ضروري جدا في البدايه. طبعا ده اهم حاجه، لان التدخل المبكر بيزود من قدرات الطفل ومهاراته. يعني بتقدري كمان ان انت تقوي عنده نسبه الذكاء. تمام. فالتدخل المبكر في اي اضطراب او اي اعاقه مهم جدا. ده برضو حاجة من الحاجات. أما بالنسبة للتشخيص، طبعا بيظهر على الطفل أعراض من بدايتها. طبعا بتبتدي تلاحظي من سن سنتين ثلاثة، ولازم بتشوفي طبعا الطفل الطبيعي بيتولد إزاي، مهاراته عاملة إزاي، قدراته السمعية، قدرات التواصل، لأن الطفل طبعا 40 يوم بيبقى عنده تواصل. وطبعا في أطفال يعني بتتأخر شوية، فما بنقولش لا ده عنده اوتيزم او عنده توحد. لا، انت عشان تشخصي الحاله دي بتاخدي مراحل علشان تقدري تشخصي، حتى لو انت متاكده مليون في الميه ان الطفل ده توحدي. طيب ايه من بدايات التشخيص، او تبتدي الام تبدا تقلق او تبتدي تفكر هل الطفل ده عنده مشكله او ما عندوش مشكله؟ طبعا من البدايه بتتعاملي مع الاطفال من بدايه ولادتهم، ان اول حاجه السمع، البصر، التواصل، التواصل السمعي البصري بكل انواعه. لقيتي في كسور بنبتدي نشوف ونتابع ونبتدي بقى نتكلم. لما نحس ان في قلق بنبتدي نطبق المقاييس النفسيه. ودي تمام. اساسي اساسي، لازم ما ينفعش ان انت تتكلمي وتقولي
ان الطفل ده عنده او مثلا عنده لزمات، انت بتشوفي طفل عنده لزمات بس برضو ممكن تكون مكتسبه، مش شرط تكون انها لزمات يعني تبقى التوحد خلاص، لا انت عشان تشخصي كلمه توحد او اوتيزم في مقاييس نفسيه، في دلالات او اشارات. مثلا لو لقيتي ان الطفل عنده اكتر من 4 لزمات نبتدي نحطه تحت الميكروسكوب في النقطه دي. تمام. طيب قولي لنا يعني هل الطفل دلوقتي احنا خلاص الطفل اتعرض اتقال اتشخص انه اوتيزم، تمام، ازاي بقى نتعامل معاه؟ دي اهم حاجه برضو. طبعا في اخصائيين كل واحد بيمشي على برنامج، انا شخصيا ما بمشيش على برنامج معين لان بالنسبه ليا ان طفل الاوتيزم او اطفال الاوتيزم قدراتها كلها مش واحده، تمام، فببتدي امسك الطفل من بدايه. اهم حاجه عندي المهارات والسلوك عند طفل التوحد، المهارات والسلوك، ودي اهم حاجه بنبدا بيها. بنبتدي نشوف سلوك الطفل، وده اساسي علشان حتى الطفل لما تيجي تقعدي معاه اثناء الجلسه بتبقي عارفه تتحكمي في الجلسه او تسيطري عليها. طيب احنا عندنا مشكله قويه جدا من ضمن اللازمات بتاعه طفل التوحد ان هو بيرفرف بايديه او بيمشي على طراطيف يعني صوابعه. طيب في الحاله دي علشان الطفل يبقى عنده انتباه بنبتدي نعمل ايه علشان الطفل يبقى منتبه معاكي ومثبتاه في الجلسه علشان تقدري تديله الاهداف اللي تساعده على التاهيل؟ طيب في البدايه خالص الطفل ده بنعتبره سلوك. من بدايه ان انت تمسكي طفل لازم تعرفي كل حاجه تفاصيله، كل تفاصيله الداخليه جوه الاسره، وتعرفي كل حاجه عن الطفل، تعملي دراسه حاله للطفل، كل تفاصيله، حتى قعدته، حتى نومته، بينام الساعه كام، عنده ارق، تعرفي تفصيله الصغننه قبل الكبيره. وتبتدي من خلالها بتدخلي بقى وتاخدي بيانات الاسره كامله. ونبتدي نوضع برنامج للطفل حسب قدراته، حسب تمام. طيب قولي لنا حاجه اخيره كده للامهات، احنا بما ان احنا بنتكلم النهارده عن الامتنان فتبقى حاجه يعني بما ان النهارده مفتاحنا النهارده عن الامتنان، فاديهم نصيحه او ارشادات او حاجه تديهم امل لبكره، لان طبعا امهات الاوتيزم بيعانوا جدا. الرضا يعني. الرضا يعني الرضا اللي ربنا قسمه هو ده الامتنان الكافي، هو دي السعاده. ومش بس الرضا كمان، الام نفسها هي اكتر علاج لطفل التوحد. الاخصائيات بيشتغلوا، الطفل التوحد بيحتاج شغل 24 ساعه. ايوه ان انت اشتغلتي من 8 ساعات ل 12 ساعه ل 16 ساعه، الام عليكي العامل الاكبر والاب عليه ان هو يهيئ النفسيه للام. يعني صح. الاب الطفل بيبقى متعلق طبيعي بالاب والام. وزي ما حضرتك قلتي ان الاوتيزم مش مرض نهائيا، مش مرض علشان انت تخافي منه او لا، ده اضطراب سيكولوجي. تمام. وان شاء الله باذن الله انا قريب جدا هيظهر حاجه كويسه ليهم. تمام باذن الله. وطبعا كل طفل بقدراته بشغل الاخصائي وشغل الام بيتقدم بنسبه 90%. يعني تمام. لازم يكون في امل لان ربنا ما خلقش داء الا وليه دواء. طيب طبعا في مجال الاوتيزم ده يعني كلام كتير جدا، ومحتاجين ان احنا نتكلم فيه ان شاء الله في حلقات جايه باذن الله. اكيد ان شاء الله. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه مع المخترع عبد الرحمن الوسيمي. نطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. ورجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه مع المخترع عبد الرحمن الوسيمي. ازيك عبد الرحمن؟ نورتنا في مفاتيح السعاده. قول لنا بقى، اتكلمنا عن اختراع معاك واخترعته ازاي وهو عباره عن ايه اصلا؟ هو الموضوع في البدايه اللي انا كنت في مدرسه صنايع، كنت في مركز استكشافي كان فيه تدريبات. فدخلت كان فيه كورسات، فاخدت كورس الكترونيات واردوينو وبرمجه، فمن خلال فيه شفت قسم المخترعين فحبيت ان انا اخش في المجال ده اكتر وافهم. فبدايتي عملت حاجه بسيطه عرفنا عليها، شحن تليفون بالطاقه الشمسيه. دي حاجه بسيطه جدا. شحن ده مستو اللي بيقعد نص ساعه في الشمس. بشحن التليفون 7 مرات في اليوم. فدي كانت حاجه بسيطه وطورت فيه وعملت برضو مشاريع تانية، وان شاء الله بكمل. يعني الشاحن ده بيشحن التليفون من خلال الطاقه الشمسيه. من خلال الطاقه الشمسيه ده بيوفر طبعا كتير في الكهرباء وكده وفي كسعره كمان، اللي هو كمان مش تكلفته بيحتاج صيانه. تكلفته من 700 ل 800 جنيه.
تمام. حد اشتغل معاك في الاختراع ده ولا انت لوحدك؟ طبعا كان في طبعا دكاتره كان معايا، دكتوره منى وصحابي برضو كانوا معايا بيساعدوني، وبرضو معايا اصحابي تاني بنخش مشاريع مع بعض، بنخش مسابقات، وخدت الحمد لله شهادات تقدير وميداليتين ما شاء الله. ممكن تورينا الشهادات والحاجات اللي حصلت عليها؟ يعني ما يكون يا جماعه الطالب خريج دبلوم صنايع ما قدمش معناه ان هو خلاص نقعد في البيت، لا يعني لا، هو كمل تعليمه. كملت تعليمي حاليا، انا في معهد القرى العالي ما شاء الله الفرقه الثانيه، وان شاء الله مكمل اخد بروست جوه. خدت شهادات في ايه بقى؟ في التدريب، كنت بروح مدرسه وكنت بدي محاضرات للطلبه، حبيت ان انا الحاجه اللي اتعلمتها. يعني انت بتشرح كمان؟ للطلبه، حبيت الحاجه اللي انا اتعلمتها ما توصلش عندي انا بس، لا كله ينتفع بيها، حتى الطلبه الصغيرين ينتفعوا بيها، وبقيت اشرح للطلبه واروح المدارس واخد شهادات تدريب المدارس، وان شاء الله مكمل. وحاليا بعمل زي برنامج اللي انا اشرح الفيديوهات للشباب الصغيره وانصحهم ان هم يكملوا ويحققوا حلمهم. حلو قوي ان انت بتحفز الشباب وتخليهم يكملوا. طبعا انا في بدايتي ما كانش ليا حد يساعدني، بس مين اللي دعمك بقى؟ والدتي طبعا. ربنا يبارك لك فيها. انا بشكرها طبعا ان هي اللي وقفت معايا وهي اللي كانت بتدعمني، لان الناس كلها كانت شايفين ان انا دبلوم صنايع او هقعد في البيت اخري او كده، لكن انت اثبتت العكس يا عبد الرحمن. اثبتت طبعا بكل الدعم والدتي وساعدتها ليا، والحمد لله لولا هي ما كنتش موجود في اي حاجه وما كنتش هظهر اصلا. تمام. منتظر يعني احنا من خلال البرنامج عايزين المسؤولين يدعموا افكار الشباب دي، منتظر ايه من المسؤولين؟ اتمنى المشروع يتنفس في مصر، والمشاريع التانية اللي انا عاملها برضو تنفس في مصر وتشتغل في بلدنا اولى من بره. وانا وكل اصحابي، مش انا بس، احنا كتير جدا وعندنا مشاريع كتير جدا وعندنا حاجات كويسه جدا، اتمنى تتحقق يا رب ان شاء الله. طب ايه المعوقات والمشاكل اللي بتقابلكم دلوقتي؟ طبعا قله الامكانيات، طبعا كل واحد فينا الحاجات بتتكلف كتير، في حاجات بتتحرق بنشتريها من بره مصر، في حاجات مش متوفره في مصر، فدي بتكون على تكلفتنا، فطبعا بتكون على تكلفتنا احنا شخصيه، فدي مشكله اصلا الصنايعي اللي احنا كنا ندرس فيها. كل حاجه بنجيبها على حسابنا احنا بس. فانا اتمنى اللي هو يكون فيه تمام بطلب الصنايعي، والطالب الصنايعي على فكره مش وحش، الناس شايفه الطالب الصنايعي ده يعني كشغل وكامكانيات فعلا بجد فيها يطلع منها مهارات كتير على جدا، نفسه ونما مهارات واشتغل ولا حاجات تشتغل بيها احسن من طلبه كتير جدا، وبيشتغل ويحب المدرسه ويحب يشتغل ويحب يعمل كل حاجه ويبقى حاجه كبيره. مش رغم ان انت حاليا سنك يعني كام سنه؟ عندي 19 سنه. يعني 19 سنه وما شاء الله عليه، عمل اختراع فظيع يعني. ربنا يخليك يا رب. برافو عليك ان شاء الله مكمل اكتر واكتر. وانا بقول الاختراع الجاي عن ايه بقى؟ بدات فيه ولا لسه؟ المشروع الجاي ان شاء الله عن مترو، وباذن الله باذن الله قربت اخلص فيه، مستنيه ما يخلص خليه مفاجاه ان شاء الله. ما تخلصه وتطلع معانا حلقه ثانيه نعرضه باذن الله، زي الشاحن اللي بيشتغل بالطاقه الشمسيه. ان شاء الله. نورتنا عبد الرحمن في مفاتيح السعاده، وان شاء الله نلتقي بيك في حلقات ثانيه باذن الله. مشاهدينا الكرام، وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكركم جدا على حسن استماعكم، ونتقابل في حلقة جديدة الأسبوع الجاي الساعة 2. مع السلامة.